مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من بلاد طيبه. السياحه مش بس فنادق وطيران وخدمات ممكن تكون مقدمه من خلال اكل وشرب ونزهه وبحر وبنطلع اثار وغيره، اتوبيسات ونقل وكل ده طبعا، لانه السياحه الحقيقه عالم ضخم كبير. لكن لما بنتكلم كمان على السلع الهامشيه او السلع المهمه جدا جدا وفي العالم كله، الناس بتسافر نيويورك دي يجيبوا مش عارفه كاب عليه ان واي، يجيبوا تي شيرت عليه مش عارفه منتجات مصريه عامله ازاي، يجيبوا حاجات خاصه بالبلد اللي خاصه بنيويورك اللي هي الهويه بتاعت نيويورك، رغم ان يعني هم ناس بتوع امبارح يعني مش زينا كده، عندنا حضاره عظيمه جدا وحضارات كتير، لكن بيقدروا انهم يسوقوا منتجاتهم بشكل مختلف. احنا كمان لما تروح باريس بتعرف تشتري منتجات معينه من باريس، طبعا ليها علاقه بالازياء والمكياج وكل ما يخص الفاشن. احنا عايزين كمان يبقى لينا عالم خاص بالتسويق بالمنتجات الخاصة المصرية. فرصة ان يبقى في حرب ما بين روسيا واوكرانيا اللي بيها خلت سلاسل الامدادات وخلت عدد كبير جدا من المنتجات مش عارفين نستوردها، مش بس علشان قلة او خوف على الدولار، لا كمان علشان فكرة ان في بعض الاحيان النقل توقف او الطيران توقف تماما في وقت من الاوقات. بنقول ان احنا عايزين نعمل منتجات مصرية خاصة بينا ونستغل النقطة دي في السياحة تحديدا، تبقى موجودة في مدن سياحية، تبقى موجودة في مناطق سياحية، تبقى موجودة في اوتيلات. ازاي نعمل ده؟ ان ده عالم كبير لوحده ولازم نهتم بيه، ولازم الدولة تكون بتهتم بيه بالتعاون مع مؤسسات اخرى كثيرة جدا. ده تفصيلة النهاردة هنتكلم فيها، وهنشوف ازاي ممكن مصر توصل فيها بخطوات واسعة جدا ان يدخل دولار لمصر من خلال المنتجات المصرية بتاعتها. وبنتكلم على ده من خلال مشاريع متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، ازاي ده ممكن يبقى عالم اخر لوحده موازي للسياحة. احنا النهاردة منور معانا بقى اهل العلم واهل الخبرة، الاستاذ زكريا حليم عازر الخبير السياحي المتخصص في الاسواق والبازارات وعضو غرفة التجارة بجنوب سيناء سابقا. يا اهلا وسهلا استاذ زكريا، اهلا وسهلا يا فندم، منورنا. نورك انا عارفه نورك. انك متوتر شويه كده، بس لا لا لا، كله كل حاجه جميل هتمشي كله زي جميل. الفل. هنطلع احنا معانا مجموعه من الاخبار السياحيه كده هنشوفها مع تمام بعض، لو تمام خبر لفت نظرك يسعدنا انك تعلق عليه. ميرسي يا فندم. يلا البدايه دايما مع الاخبار السياحيه مشاهدينا، نشوفها دلوقتي.
أخبارنا السياحية مشاهدينا، نرجع مع بعض لاستوديو بلاد طيبة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، منورنا في الاستوديو الأستاذ زكريا حليم عازر، الخبير السياحي المتخصص في الأسواق والبازارات السياحية وعضو غرفة التجارة بجنوب سيناء سابقا. يا أهلا وسهلا مرة تانية. أهلا وسهلا. في خبر لفت نظرك بتقولي؟ في طبعا الخبر بتاع الإقامة لمدة طويلة اللي هي سياحة الإقامة بيسموها. احنا محظوظين، ربنا ادانا الشمس. أيوة صحيح صحيح صحيح. أيوة. فأنا مش محتاج غاز، مش محتاج استهلك كهرباء في الشتاء، وتكلفتنا ريزنبل، فبالتالي اوريدي تكلفه الاسبوع في مصر ممكن تكون تكلفه الغاز لبيت اي واحد عايش في اوروبا بسيطه جدا. تمام. طبعا يعني هو صوره بسيطه جدا، لما يجي في شهر 12 كده وانا لابس الشورت ونازل الميه وبقول انا الجو ده في مصر دلوقتي، اعتقد اوروبا كلها هتيجي. بقول لك ممكن تدخلوا منتجات خاصه بي. يعني الناس اللي بتقعد اقامه دي غير الناس اللي بتبقى جايه اسبوع 10 ايام، دول ليهم منتجات خاصه بيهم. هقول لحضرتك حاجه، هو في الاخر بيستهلك ما نستهلكه. هياكل، هيشرب، هيخرج، هيتعشى، هيشتري هدوم. مظبوط. انا ما بحسبش اقامه بقى كامله. بالظبط بالظبط. هو السبيندنج بتاعه في خلال الفتره توتالي عمل كام؟ لان احنا ما بنحسبش السبيندنج بقد ايه هو جه تمن الرحله. هو عمل سبيندنج قد ايه في مده الشهرين اللي عايز. اشترى ايه وما اشتراش؟ اشترى وحرك اسواق وحرك مجالات اخرى احنا ما بنشوفهاش من اللي بيجي لمده اسبوع. لان اللي بيجي لمده اسبوع قعد في قريه سياحيه، خد اسبوع بتاعه اول انكلوزيف، فبالتالي ما شافش حاجه بره. لكن اللي جاي ده ممكن يقيم في شقه بالمناسبه، مش لازم فندق. عشان كده هيبقى ليه، انت عارف هم ذوق الاوروبيين مودرن وعملي قوي، وعايزين منتجات معينه، وعايزين حتى الفخار اللي بيحطوه بيبقى ليه شكل، وعايزين منتجات كتير مختلفه شويه عن ذوق المصريين. بص انا هقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، الذوق والمنتج بيتنمى مع معرفه الكلاينتس. مثال يعني صح. انا لو جيت اتكلمت في الخزف، الايطالي ليه ذوق والالماني ليه ذوق. ياه للدرجات دي؟ طبعًا حتى في التفصيله دي. طبعا طبعا. والدليل على كده ان عندنا جزء صغير قريه في الفيوم تونس بتحقق معادلات في الخزف بشكل عالي جدا. وواحده سويسريه ايفيلين بقى الله يرحمها هي اللي ورا، هي اللي عملت النجاح ده. حلوة. صحيح. حلوة. طب خلينا نتكلم على الفكره، جات لك الفكره ازاي؟ انا مجالي اصلا تقريبا وانا في الجامعه اشتغلت اوريدي كطالب في الجامعه. انت كنت بتدرس ايه؟ انا كنت بدرس كليه تجاره. واشتغل انا ابن الاقصر، فبالتالي احنا زي ما بيقولوا مولودين في السياحه. تمام. اشتغلت بينها كده يعني من اول الولاده. هي بتبتدي بالفطره، بس طبعا اللانجوج ورفع المستوى بالظبط كده. الحاجه الثانيه ان انت بتفكر، انت مش بتبيع وما بتفكرش، انت بتفكر في الاحتياج قبل ما الطلب يبقى موجود. لانك انت يعني النيد فين؟ طول ما في نيد يبقى في منتج. انا بفتكر في 89 تقريبا كنت في المانيا، فلقيت تي شيرت لطيف كده لقيته ب 60 مارك، كان ساعتها المارك طبعا. كان التي شيرت في الوقت ده في مصر 10 جنيه. قلت الله، طب احنا ليه ما بنصدرش منتجنا؟ طب ده انا اوريدي في الوقت ده بديت ادرس فكره ايجيبشن كوتون سنتر، كانت في شتوتجارت. يعني فعلا في سنتر متخصص في القطن المصري. برافو كويس قوي. طيب لما جينا نخش في مجال، انا يعني مجالي مجال الريتيل المحلات. بديت كجوهرجي، شغلي كان الذهب بس، وبعد كده ابتديت اشتغل في مجالات اخرى كتير. انت ابتديت من الاول شغلك انت تجاره، اول ما طلعت بتدور على من وانا ثالثه جامعه الشراء والبيع. كويس قوي. بالظبط كده. بالظبط. ربطته ازاي بقى بالسياحه؟ هو انا ما ربطتوش بالسياحه، هو ابتدى سياحه. بس بعد كده لما حصل الدروب بعد الثوره
انا جيت في القاهره هنا وفتحت في سيتي ستارز ومول من العرب. غير اسامي، من غير اسامي. سوري انا مش بتكلم على انا بتكلم عارفه على الليفل اوف بليس، يعني الليفل اوف شوبس، مستويات في اماكن كويسه كده. وعليها اقبال بالظبط كبير. بالظبط. طيب اشتغلت في براندات عالميه من غير برضو ما نقول اسمها، بس من غير يعني اسمها كويس. واسعارها بتبقى هنا في مصر ارخص اغلى بكتير، اغلى من بره. اغلى، احنا اسعارنا في المنتجات العالميه الانترناشونال براندز اغلى بجد. نمره واحد على اساس ان بيدفع ضريبه جمارك والجمارك ضرايب. نمره ثلاثه، ودي نقطه مهمه جدا، اللي هو معدل المبيع. يعني النهارده كام واحد في مصر بيشتري الفئه دي؟ ايوه. وكام واحد في امريكا بيشتري الفئه دي؟ فالفوليوم نفسه مش ضخم. يعني انت بتبيع الانترناشونال براندز لنسبه كام في الميه من الشعب المصري؟ وهو ده اللي انا بقارن بيه. بقارن دلوقتي احنا عندنا بلاد معينه، برضو مش هنذكر اسمائها بالكامل، ولكن بلاد معينه بتقوم على الشوبينج. طبعا الناس بتروح دبي عشان الشوبينج، وباريس بيروح عشان الشوبينج، وهقول بتروح تركيا كمان عشان الشوبينج طبعا، وهناك رخيصه، بتروح تايلاند عشان الشوبينج رخيصه جدا. حلو قوي. يبقى انا عايز اوصل لمعادله ازاي مصر تبقى one of these countries. انت جايه مصر وعارفه ان في منتجات تشتريها، لان القضيه ما توقفش عند فكره الهديه اللي انا باخدها معايا. الهديه اللي انا باخدها معايا دي يعني هنفتكر بيها زمان دكتور رجب الله يرحمه، اللي هو بدا فكره معارض الباردي بره. يعني هم يتجننوا على الباردي ده، يعني حاجه كمان مصريه خالص. بس ما حصلش عندنا تطوير. يعني زي ما هي. انا زمان قوي شفت ست المانيه لابسه طيار شيك جدا، وبعدين بصيت في الديزاينز لقيتها كلها فرعوني. الله، طب يا جماعه ما احنا عندنا التولز، عندنا ادوات التولز اللي نقدر نعمل بيها منتجاتنا الخاصه، اللي مش بس هدايا، لا دي ممكن تتحول يوزنج. ناس تنزلها مخصوص وتشتري منها كميات. هقول لحضرتك حاجه، بس انت بتتكلم هنا عن السياحه، ولا بتتكلم انه استثمار بقى وابتدي اصدر، ينزل تجار من بره يشتروا بضاعه من عندي؟ هقول لحضرتك بالصدفه برضو، انا كان عندي محل في اقطان في فندق، والفندق ده كان 5 ستارز، وكان كويس. من اقوى الفنادق في شرم الشيخ في الوقت ده. كويس. برضه مش هقول اسمه عشان ده. في الوقت ده انا فوجئت اللي اشترى بيرسونال، بعت لي ليست اوف ديماند، طلبات مجموعه حاجات، لان هو عايز يستورد. كويس قوي. ما هو جرب، خد المنتج جربه في بيته وعجبه وابتدى عايز، فعايز يستورد. لان انا في خلال الاجازات، وانا هيجيني تاجر، هيجيني مدير مشتريات شركه انترناشونال بتشتري من كل حته في العالم، هيجيني ناس ما كانتش موجود عندها الانترست، ان المعلومه ما وصلتلوش، بس هو لما شاف المنتج وجربه حصل ايه؟ قال لا، طب ما انا اسال على سعره. طيب يبقى هو الراجل بياخد سعر بيسموه سعر الريتيل. فكرتي بتقوم على اكبر من كده شويه، ان احنا ازاي نحول المراكز السياحيه، المدن السياحيه، يعني انا بتكلم في المدن الاساسيه بالنسبه لنا، بنتكلم في شرم الشيخ الغردقه، فيها ممر الكورنيش معمول هناك، او في ممر سياحي اسمه، هيبقى فيه الكلام اللي انت بتقوله، هيبقى فيه براندز وفي اسامي رنانه. يعني بص انا هقول لحضرتك حاجه، احنا في عندنا تجارب حصلت في، انا حاليا عندي محل اوريدي في الغردقه وعندي في شرم طبعا. في تجارب حصلت بالانترناشونال براندز، يعني كل الناس عايزه ترفع المستوى، فاولويز هي اسك اباوت براندز. كويس. ماشي، اوكي، بيرفكت. بس انا النهارده جاي بدور على الكتان المصري. حاجه بقى منتج مصري يتباع هنا. حلو قوي. يبقى ازاي نحول منتجنا المصري لمنتج براند قيم، ويبقى هو نفسه براند. كويس طيب. قوي. عشان يتحول لبراند، الشباب اللي واقف يبيع ده مش لازم ياخد تريننج عشان يبقى على مستوى الحدث. خلينا نتكلم على الجزئيه الاولى. ان احنا كان عندنا مشكله في فكره انه الحاجه الفينشنج بتاعها مش حلو، الخياطه بتاعتها مش حلوه، تلاقي الرسمه مثلا فيها ديفكت معين، او المنتج نفسه. خلينا نتكلم على الجزئيه دي، لان دي اهم حاجه. اللي جه اشترى منك مره ولقاها كده فيها مشكله مش هيجي تاني. فخلينا نتكلم على النقطه دي تحديدا، لان دي يعني العامل نمره واحد، قبل ما نتكلم بقى على الناس اللي واقفه تبيع كمان. تمام. عشان كده انا بتوجه لشعبه المصدرين. انا مش بتكلم على منتج مصري ما خدش اجازه دوليه مطابق للمواصفات. طبعا احنا عندنا ناس اقوياء جدا
في شعبة المصدرين، وانا قعدت مع بعض منهم قبل كده، وناس بتصدر لكل حتة في العالم. كويس قوي. وبالمناسبة احنا مش حكر على الاقطان بس، عندنا اقطان، عندنا جلود، عندنا فرنيتشر. كويس. عندنا، انا كنت في بولندا فارسو. بس هل اللي عندنا ده بتكلم على عدد ناس كتير، تجار كتير بيشتغلوا طبعًا فيها، طبعًا. ولا اتنين تلاتة اللي ماسكين بص الموضوع انا ده والباقي لا؟ هقول لحضرتك حاجه، في الاقطان بالذات لا، احنا عندنا ناس كتير، وعندنا ناس بتصنع لبراندز انترناشونال براند، كويس عندنا قوي. ناس مش هذكر الاسماء. لا بس. اه بس عندنا عشان عندنا تفهم طبعا يعني. طبعا كويس. طبعا، وعندنا ناس يعني انا يعني حد اعرفه شخصيا كان بيصنع الشنطه الجلد لماركه كينز، وانا هقولها عشان هي مش المقصود بيها الاعلان، ولكن المقصود بيها انها شركه الماركة كبيره، كبيرة. انها شركه كبيره وكان بيصنع لها في مصر هنا. طب يبقى احنا عايزين بلس. انا ليه بتكلم عن الجزء بتاعنا بتاع السياحه؟ لان هو جزء تصديري. انا لو افترضت ان عندي من في خلال السنه بيجيني مثلا من 10 14 مليون سائح، فانا عندي 14 مليون كلاينتس، دول جايين يدفعوا بالدولار. طبعا لو كل واحد اشترى حاجة صغيرة حاجة كبيرة بالظبط بالظبط. هتفرق لو معانا عملت كتير. سبيندنج بتاعه، هو السبيندنج بتاعه بيتم في ايه؟ بيتم في خلال مشتريات هدايا. مظبوط. بس انا لو مسافر بلد وانا عارف ان البلد دي فيها حاجات منتجات حلوه قوي، معينة أقدر أرجع بيها. هعلي السبيندنج بتاعي، بدل ما صرفت 50 دولار لا انا هصرف ال 200 طب دولار طب 300 ازاي دولار نعمل لنفسنا هوية في الموضوع ده؟ يعني ازاي انا اخلي بقى السائح ينزل مصر مخصوص، او لما هو نازل حاطط في دماغه انا هروح ماركتينج. السوق الفلاني؟ ماركتينج مش قصدي، انا قصدي هل المنتجات اللي مكتوب عليها بالمصري القديم مكتوب عليها بالهيروغليفي؟ هل المنتجات بتمثل هوية الأقصر، شخصية الأقصر؟ هل منتجات يعني واخدة مثلا الشكل القبطي، الشكل الإسلامي؟ هل أنت مهتم بفكرة أنك تحط اللمسة دي بحيث أنه اللي بياخد قطعة بتعبر عن مصر بشكل هو ما؟ دي اوريدي اكزيست، يعني موجودة. دي اوريدي موجوده، وموجوده في محلات كتيره جدا، محلات الهدايا ومحلات. انا رايح ابعد من كده، ده موجود ويحصل له تطوير، ده موجود ويحصل له تطوير. كويس. يعني انا كنت بتكلم مع احد مصنعين الشنط، فبتكلم في ديزاينز ازاي يتاخد مثلا الجعران بتاعنا ده، وازاي يتعمل على تيمه في شنطة حضرتك ممكن تخرجي بيها محدش ياخد باله انها فرعوني. بس هي فرعوني، ما انا مش لازم الفرعوني ده يبقى صريح جدا. يعني احنا في عندنا لمسة صغيرة طبعا كده. طبعا، لان في الاخر انت عايزه ديزاينرز، انت مش عايزه صنايعي، انت عايزه ديزاينرز ياخدوا التيمة ويحولوها لديزاينز. يعني اشهر ماركة شنط في العالم هي عبارة عن تيمة. مش هقول اسمها برضه. لا بس انا عايزه اتكلم على انه على فكره في ماركه عالميه فرنسيه عظيمه، ويمكن هي نمره واحد في العالم، عاملين علم مصر على شكل تي شيرت، على شكل انا اسفه بلوزه، تمام. شكلها حلو جدا ومعموله علم مصر. انا اتخضيت لانه ما فيش حد، ده مش مصري بقى اللي لا عاملها، ده انا مش عارفه حتى. انا ساعتها قعدت ادور ورا القصه بتاعت ايه سببها، البلوزه انا دي، هتلاقي واحد مصري برضه. معرفتش اطلع، لكن هي ملبسينها حتى المودلز مصريين. يا ريتني حتى جبتها النور تنزلها، حاجه مش ممكن يعني. واتخضيت. وهتلاقي بس هي للاسف هي ماركه كبيره فمش هينفع، ممكن يبقى ان احنا نقدر ننزلها، لكن هي حاجه انا انبسطت جدا انه الناس دي احنا حاسين بنسافر، بمصر، وان احنا مصر دي بنسافر، بلد عظيم. احنا بنسافر. وصدقيني مفيش بلد الواحد بيسافرها الا اما يروح يقول احنا لازم نعمل ده. خساره ما عملناش ده ليه؟ ليه ما نعملش ده؟ أوه. لا احنا نقدر، احنا نقدر بجد، احنا عندنا الناس اللي تقدر تعمل ده، وعندنا الخبرات اللي تقدر تعمل ده. الفكره كلها ان احنا لازم نشتغل تيم ورك. يعني انا كراجل اشتغلت في المجال السياحي والمجال التجاري، انا من نداء من برنامجي من دلوقتي شعبة المصدرين لازم نتعاون. الـ 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 الادارات في المحافظات السياحيه لازم نتعاون. طب قول لي التعاون هيبقى في شكل ايه؟ احنا الاول معانا بشكل اتصال تليفوني ممكن ناخده ونتكلم برضو على اتفضلي يا فندم. موضوعك، وهنرجع تاني نتكلم معانا استاذ باسم لطفي عضو مجلس اداره المجلس التصديري للجلود الو من البرتغال. استاذ باسم ازاي حضرتك؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ حضرتك بتكلمنا من البرتغال دلوقتي؟ ايوه يا فندم. مسافر شغل ولا مسافر فسحه ولا ايه؟ لا شغل شغل شغل. طيب احكي لنا كده السفريه دي ليه وبتعمل ايه هناك؟ احنا السفريه دي طالعين وفد تطبيقي للاستثمار
استثمار في مصر، وانا طالع عشان اروج طبعا الاستثمار في قطاع الاحذيه ومنتجات التجاريه في مصر. جلود. كويس جدا، كويس. طيب ايه اللي يخلي سائح او مستورد هياخد منك انك تقول له تعالى شوف المنتج بتاعي عامل ازاي وهو سعره معقول بالمقارنه مثلا ببلاد تانية او بدول تانية؟ طيب او اولا احنا نقدر نقدم حاجه بسعر في ميزه تنافسيه قويه جدا، لكن للاسف محتاجين نوجه الناس اللي بتبيع المنتجات الجلديه الفروعات الصناعيه نوجهها للمنتج وللديزاين وللكواليتي اللي السائح عايزه. كويس. للاسف احنا مش عارفين نخاطب السائح. طب قول لي ايه المشكله؟ يعني مشكله زي ما كنت لسه بقول الفانشنج، الناس دي بتعمل حاجه كده كرواته، حاجه عشان تبقى تقدمها بسعر رخيص. كديزاين كفينشنج في طبعا العالم كله تطور، احنا برضو يعني كديزاين مستحدثه، مو ديزاينز حديثه موضه، السائح عايز يشتري اللي هو شايفه في بلده جيل طبيعي باكس يجيبه في مصر بنص اكس. يبقى نفس المنتج قريب له، يعني حتى لو 80% من الجوده لكن نص السعر هياخده برضه طبعا. والسائح اللي في مصر دي لا يستهان بيها، ده عدد كبير. السائح في مصر ده يعتبر نفس تصدير، ده اول واحد يشهر الماركات العالميه بره هو السائح. طبعا يعني اول واحد يشهر الماركه بتاعتي في مصر بره مصر هو السائح. طب انت اشمعنى البرتغال تحديدا؟ لان البرتغال قوي جدا في صناعه الاحذيه المنتجات الجلديه، من الاوائل في العالم اللي هقدر بيصنعوا احذيه جلد طبيعي. بس لكن انت في مصر هنا هل منتجاتك بتعرضها في مدن سياحيه زي ما استاذ زكريا بيقول؟ هل انت بتشتغل؟ طبعا بس احنا مركزين في السوق المحلي بتاع القاهره اكتر طبعا، بنبيع في الامارات زي الغردقه وكده. كويس. لكن يعني الموضوع عايز منها جهد شويه اكتر من كده. طبعا احنا مقصرين كلنا في الموضوع ده. اتمنى ان يحصل ان شاء الله، لان اللي انتوا بتقولوا عليه ده حاجه ممتازه، حاجه هايله، حاجه هتبقى بتدخل لنا طبعا اكيد دولار بشكل محترم جدا، فنتمنى انها تحصل، ان الناس تبقى بتنزل مصر وحاطه في دماغها انها تشتري منتجات مصريه، وسواء جلود او غيره كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا. يا فندم بشكرك. ميرسي يا استاذ باسم. ميرسي. طيب نريح شويه، نطلع لتقرير ونرجع نكمل كلامنا تاني. استاذنك. يلا اتفضل. الزيارة الأولى للسيد أحمد عيسى وزير السياحة والأثار منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والأثار إلى مدينة الغردقة يوم الجمعة بصحبة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، دي كانت أول زيارة لي خلال افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، وده بعد الانتهاء من تطويره ليصبح أكبر ممشى سياحي في مدينة الغردقة وأول متنزه ومكان ترفيهي فيها، وذلك في ضوء مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة. الممشى بيعد أكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة، واللي بيمر من أمام العديد من القرى السياحية والمنشآت الفندقية بالمدينة، وبيزور يوميا العديد من المصريين والسياح الأجانب، وكان قد تم إنشاؤه منذ أكثر من 20 عام، ويعد من أطول المماشي السياحية في مصر، حيث يبلغ طوله نحو 6000 متر. تم تطوير مراكز الخدمة والكافيتريات به لمواكبة التصميم الجديد. الممشى بيضم أماكن ترفيهية للعب، وكذلك أماكن للجلوس بها مظلات شمسية لجلوس الأسر، وبه عدد كبير من البازارات السياحية والعلامات التجارية العالمية المختلفة في المنطقة دي، إضافة إلى استحداث أعمال فنية ليصبح أكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة في مصر. كما يساعد الممشى في توفير مسطح أكبر للدراجات ورياضة المشي، والاهتمام بتحسين التجربة السياحية للسائحين يعتبر أحد أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة المصرية، واللي سيتم إطلاقها خلال الربع الأول من عام 2023 لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر وتقديم منتج وتجربة سياحية مختلفة للسائحين. لما
مكان طبعا، ما انت مش هتبقى جوه المكان. احنا رجعنا تاني. طيب رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنتكلم عن دور بقى، يعني كان لسه بيتكلم الأستاذ باسم انه لازم يحصل تنسيق ولازم يحصل تفاعل ولازم، خلينا نتكلم على دور الدولة الأول. دور الدولة في الفترة القادمة دي ايه؟ هل هي اللي هتبقى منسق ما بين، هل في بنية تحتية للفكرة نفسها اللي بتقول عليها؟ هو الفكرة ببساطة هو مين الأطراف؟ مين هم الأطراف؟ في سائح، في مصدر، الأطراف في منتج. منتج مصدر. أيوة. عنده دراية تمام بمعنى كلمة كواليتي، لان هو لو مش عامل كواليتي هيترفض في التصدير. طبعا طبعا. يبقى انا بتكلم هنا مطابق في منتج مصدر وفاهم يعني ايه. اتنين مدن، مكان. هو المنتج ده لازم يتباع في مكان. مظبوط. يبقى كيان. تلاتة دراية بكيفية التعامل مع كل جنسية، ان كل جنسية وليها ذوقها. مظبوط. بقى الكلام موجه لمين؟ الخبره السياحيه. كويس قوي. الخبره السياحيه مع الخبره التجاريه. طيب يعني قصدك ما اروحش البلد مثلا مشهورين قوي بالجلود واقول لهم تعالوا خدوا جلود من عندنا مثلا؟ لا، انا هقول لحضرتك حاجه، ان ليا تجربه شخصيه. يعني انا كنت اشتغلت في مجال الجلود برضه وعملت كونكشن مع ايطاليا، لان كان في وقت معين ايطاليا ممتازين في طبعا طبعا هم نمبر 1 نمبر 1 في العالم، نمبر 1 في الخبره، في الذوق، في الفاشن، وفي السياحه من الدول الاولى، وهم كمان في شرم بالذات عشان انا ابن شرم يعني. هم البدايه كانوا من، انا من 94 في شرم كان الطلاينه اللي هناك. طيب هو الطلاينه كان عنده مشاكل في فتره معينه وكان بيقفل المصنع، فكان زمان عندي فكره اثرتها ساعه ما كنت في الغرفه، ازاي انا اجيب الطلياني مثلا ببلد زي الطور وانا ما عنديش مشكله في انه يعمل مصنعه هناك. الايطالي يجي بنفسه. كويس قوي. هو لو جه ونقل مصنعه هنا ايه الميزات اللي هياخدها؟ هيعيد تصدير المنتج لبلده تاني لانه التكلفه اقل، تكلفه العامل حتى مع النقل ومع كل ده هيبقى برضه ارخص. يا فندم الايطالي بيقولوا كلمه بسيطه انا هقولها بالطلياني زي ما هي، يقول لك سيامو لا جينتي كي فيفي سوترا تاسا، احنا الناس اللي عايشين تحت الضرايب، لان هو الايطالي بيقول لك انا بشتغل كتير قوي. جدا جدا. هو الايطالي بيقول لك انا بقى بشتغل من شهر 1 لشهر 7 في الضرايب، وعشان كده بيقفل المصنع لان الكوست عنده عالي جدا، ما بيلحقش. طيب. بقى يجيب فلوس تانية او بينقل بلاد تانية، يعني هو بيقفل مصنعه يا بيروح ناقل مثلا رومانيا او البلاد اللي في اوروبا اللي هي اقل تكلفه. بس انت بتتكلم على ايطاليا، اعتقد دول كتير جدا يعني نفس فكره الصين. الصين قايمه على كده بالظبط، انها تاخد المنتجات العالميه وتصدرها بكواليتي مختلف، يعني ممكن تعمل لك الماركه دي بنفس الكواليتي وتقلل. هل احنا عندنا القدره ان احنا عندنا نستوعب؟ عندنا بس احنا دلوقتي ماشيين في اتجاهات سليمه جدا. كويس. الدوله نفسها بتشجع تماما فكره الصناعه في مصر. طبعا السبورت اللي بتعطيه الدوله دلوقتي بتعطيه للمصنع اكتر، فعشان نبقى واقعيين احنا زي ما محتاجين الطفره السياحيه محتاجين الطفره الصناعيه. طب الاثنين دول لما بيمشوا مع بعض بيعملوا ايه؟ بيعملوا ان انا صنعت وانا مش محتاج بس اروح اصدر له بره، هو الاوروبي اللي انا هصدره ما موجود عندي. فانا بعتبر ان البيع في المدن السياحيه هو نوع من التصدير، ودي حقيقه. طبعا بتدخلك عمله. بص حضرتك انا هقولها لك بطريقتين. هو بيدخل لي عمله، ده الدايركت الدايركت افكت. كويس. تمام. حاجه تانية هو بيعمل لي ماركتنج لمنتجي. هو النهارده لما بيجي وبيشتري فوطه، بيشتري شنطه، بيشتري موبيليا. موبيليا احنا عندنا موبيليا دمياط والشغل اليدوي بيعجبهم قوي جدا يعني. انا شفته طبعا في وارسو، ناس كانت بتشتري من مصر. لا والله. وبتبيع في وارسو الموبيليا بتاعتنا اللي طبعا بقى حر رهيب اظن، لسبب لان شغلها معظمه يدوي. يعني انا النهارده لما جاي اتكلم في الانتريه بتاعنا بتاع زمان اللي هو كان في بيت حضرتك وماما صالون الويكند، كل ده كان اوريدي معمول قايمه يدوي. هو ما يقدرش يعمل ده. طب هو انا ليه ما بقاش ده موجود في المدن دي؟ لان هو لو شافه هيشتريه. طب خلينا نتكلم، محتاج ايه؟ محتاجين يعني كيان متكامل. كيان متكامل بيقوم من خلال المنتج
المصدر؟ طب ده مش موجود قريب؟ يعني لا انت لا شايف مش الرئيس موجود. عمال يلف دلوقتي في مؤتمرات وبيتكلم طول الوقت عن الصناعه وازاي نطور الصناعه يمكن صناعات مختلفه، لان احنا زي ما قلت في وقت دلوقتي بالذات بعد الحرب مش هنفع نستورد كل حاجه، لازم نبتدي نصنع حاجات ما كنا مظبوط بنستوردها، فدي مظبوط. ميزه. بس هل ممكن تدخل بقى فيها المنتجات اللي انت حضرتك بتتكلم عليها اللي بس ممكن هو نفس تتصدر المنتج، للسياحه؟ هو نفس المنتج، هو كويس. ببساطة أنا لو بصنع في مصر هنا شوز جيد جدا، يعني أنا جاي لحضرتك النهاردة وآسف هعمل شو دلوقتي. الشوز اللي أنا لابسه، الشوز اللي أنا لابسه هو منتج مصري 100%. صاحب المصنع كان بيصدر على فكرة فعلا شكل جلده ممتاز، جدا ومريح جدا. ممتاز. طيب هو هو ده، بيصدر بس ولا لا لا محلي؟ بيشتغل على السوق المحلي، بس هو الراجل لو لقى الفرصة في بلاد زي شرم والغردقة مش هيتعاون؟ أكيد هيتعاون. هو مش هيبقى مبسوط قوي لما يحس إنه باع المنتج بتاعه لأجنبي، هو بيحس إنه نجح في إنه يصدر. نجاحه ده بطريقتين، يعني هيعمل كونتراكت، ودي الفكرة اللي أنا عقد بقى بتكلم مع فيها بالظبط، إن أنا لو بتكلم في كيان متكامل، كيان متكامل المقصود بيه ايوه منطقة متكاملة فيها جميع المنتجات المصرية مش بس السياحية، لا الحرف اليدوية والسياح، ودي جزء من الموضوع وجزء لكن مش مهم هي كل قوي الموضوع. والله، بيتكلم عن الهوية بتاعتنا وده مهم قوي ان بالظبط احنا بالظبط. نصدره. والهوية دي يا فندم، يعني انا ليا صديق وكان نفسي مرة تانية ان شاء الله نعمل مداخلة معانا، ان هو متخصص في حتة تنمية الصناعات اليدوية، وهو بيعمل معرض كبير جدا مسؤول عن تنظيمه يعني، كويس. وبيطلعوا معارض في كل دول العالم، مقصود يابان، بيها ايه بقى؟ فخار، خيامية، كل حاجة كل كل حاجة كل الحاجات اللي هي الارت. خاصة بمصر. هقول لحضرتك حاجة، المجوهرات كويس. ماشي، بتهيألي احنا اول صانعي المجوهرات في العالم، مصريين طبعا، المصري القديم ولو مظبوط مش اي مجوهرات، تمام. وحاجة عظيمة. انا كان ليا الشرف ان انا كنت اول بداية شغلي بشتغل في الذهب، فكان في اسورة، الاسورة دي هم احنا في مصر هنا مسمينها البطه، بس هي الاسوره دي بتاعت رمسيس الثاني. الاسوره دي كانت حوالي 180 جرام، يعني كانت تقيله يا جدا. نهار أبيض. حجم الاعجاب اللي كان عليها، لان حجم الشغل اللي فيها، اي صانع مجوهرات، هو راجل سالني سؤال بسيط، قال لي لو انت قلت لي بتصنع ازاي هشتريها دلوقتي؟ يعني في هو معجزة صايغ في ايطالي، التصنيع، وهو صايغ ايطالي ودي حاجة يدوي بقى ولا في 100%. أجهزة ولا في بتاع ده؟ حاجة محترمة جدا. هقول لحضرتك برضو مش اسماء، احنا عندنا براند مصري مشهور في الفضة، مش هقول اسمه، لا بلاش. تمام. اوريدي حقق معادلة البراند انه بقى موجود في اكتر من دولة في العالم. طيب احنا محتاجين المنظومة دي واحد بس؟ لا يعني لا 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 لا، بيبقى كتير. احنا نقدر نعمل اكتر من واحد، ونقدر نعمل اكتر من براند، ونقدر نعمل اكتر من براند، مش بس في المجوهرات، في المجوهرات وفي الجلود وفي الفرنتشر. طب قول لي البراند ده، الفضة ده، ودلوقتي كمان في الاوسكارز وفي الحفلات الكبرى في تسليم جوائز وبتاع، تلاقيها لابسه قطع حلي من البراند اللي حضرتك بتتكلم عليه وتقول ده فلانه اللي بالظبط عامله لي او كده. بالظبط. عرفت توصل للعالميه دي ازاي؟ يعني ده ماركتينج بقى التسويق الصح علشان نعرف ماركتينج. تتكرر التجربه انا دي. هقول لحضرتك حاجه، النهارده سياسه الماركتينج عموما على مستوى العالم كلها بقت اسهل، لان احنا بنوجه السوشيال ميديا للمكان اللي احنا عايزينه. يعني انا بمنتهى البساطه لو عايز اوجه المنتج بتاعي، سي انا هفترض ان الغردقه مثلا مشهوره بالالمان، فانا عايز اعمل الماركتنج بتاعي موجه لالمانيا اكتر، انا هقدر اوجه السوشيال ميديا بتاعتي لالمانيا. لو عايز اوجه لايطاليا اوجهها لايطاليا، مظبوط. فحجم الماركتنج عندي ثلاث حاجات، يعني لازم ابقى واقعي فيها، يا اما ان انا بصرف على الماركتنج بتاع المنتج بتاعي عشان اوصل للعالميه، مش حد بيوصل كده يعني. طبعا يعني عندنا المسلسلات التركي كانت سبب في انتشار المنتج ده التركي، حقيقي، ده حقيقي، مظبوط. فطريقة الماركتينج هنا بقى يخش فيها الميديا، يخش فيها السوشيال ميديا، بيخش فيها كمان أهم من ده كله شركات السياحة، لأنه في الآخر هتكلم بيزنس يعني أكتر، هو الشوبينج بيزنس على مستوى العالم، طبعا يبقى لازم الأطراف المستفيدة تبقى كلها بتشتغل مع بعض عشان تحقق إيه؟ تحقق معادلة نجاح. طيب
احنا عندنا في مصر اوريدي جنسيات معينه اوريدي فاتحه في مصر وناجحه. كويس. ليه؟ لانها عارفه تسوق نفسها. زي السوريين مثلا في منتجات الاكل وزي الاتراك في الغردقه وشرم. كويس. هم نجحوا في الجلود مثلا. بيسوقوا نفسهم كويس قوي لان هم بيتعاملوا مع الشركات نفسها في بلادهم. مع ان طول عمري نسمع المنتج التركي وبالذات الملابس مش دايما بيبقى قد كده. لا هم شاطرين. بصي انا كتسويق ولا شاطرين كمنتج نفسه؟ لا شاطرين كمصنعين. وشاطرين كتسويق. الدليل على كده هم تسويق نمره واحد. عشان ما نختلفش، هم نجحوا في التسويق لما نجحوا في التصنيع. انا النهارده بسافر اي حته في العالم لازم يبقى تصنيع كويس. بالظبط بالظبط. واحنا صدقيني عندنا ناس كويسه. بس هم للاسف. انا مصدقاك والله ان احنا عندنا ناس كتير كويس. هقول لحضرتك حاجه. انا كنت في الدوحه. قطر. وكان في الوقت ده عندي شركه في دبي. وكنت بقابل حد صاحبي من المحله، هو في مجال الابطان. كويس. وقاعد مع مدير اعمال شيخ هناك. يعني فالراجل طلعت منه اوتوماتيك قال له بص انا لابس ايه؟ قطن مصر جيل بالتحديد. انا اسف بتاع انا ما بعرفش امسك نفسي. انا عارفه يعني. بس هي قطن مصري ماركه طبعا قديمه. بالظبط بالظبط. طب الكيان ده عشان ينجح، لو زكريا اشترى وباع باظت. الكيان ده عشان ينجح المصدر بنفسه يجي يفتح في المدينه السياحيه. ان انا عايز منه معادله. مين يجيبه بقى؟ مين يجيبه؟ هل إن شاء الله الدولة عجيب. اللي تعمل دعاية ولا ده محتاج كله يشتغل ينسق؟ هي عملية أنا شخصيا عايزين نفتح مجالات للمستثمرين في مصر. يا ريت يا فندم. المجالات موجودة، بس إيه الفكرة كلها؟ إن طب إحنا إيه مشكلته نيجي؟ إحنا بنشتغل في جزر منعزلة. بنشتغل في جزر منعزلة، المصدر في اتجاه، اللي في السياحة في اتجاه عايز تاني. عايز إيه المصدر عشان يجي هنا يبيع هنا؟ المصدر محتاج، أنا محتاج معرض دائم في المدن السياحية. دائم مش مناسبات لا 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 لا، معرض شوية دائم تقفل. المعرض ده انا بخاطب الشركات نفسها. تعالى اعرض منتجك بالستاندر الفلاني ويبقى موجود في المدن السياحيه بالستاندر الفلاني. كويس. عشان هو لما يجي يعرض يعرض كانه رايح يعرض بره. يبقى في ستاندر. المكان ده بيدار بشكل جيد جدا. الـ الاجنبي اللي بيخش عنده الاريحيه، ما عندوش حد بيضايقه، كل حاجه عليها سعرها. يبقى انا النهارده لازم احترم نفسي واحط فيكس برايس، كل منتج عليه سعره، سعر الريتيل. وفي نفس الوقت لو الراجل ده عايز يعمل عمليه تصديريه او تجاريه يبقى في ناس اوريدي متخصصه بتقابله، بتعمل له البرايس ليست بتاع التصدير، بتاخد عناوينه، بتاخد الكونتاكت بتاعه، بتفضل متواصله معاه. احنا بنسافر الصين باخد كارت من شركه، الشركه دي بتزهقني لان بتفضل متواصله معايا سنتين ثلاثه بتبعت لي اللي هو مضطر تشتغل معاهم عشان تنزلهم على ودانك. دي فهمتي قصدي؟ طيب احنا محتاجين عشان ننجح نبذل مجهود شويه. ايوه صحيح. عشان ننجح وبالذات التسويق ده عايز الحاح واستمراريه. مش بس الحاح، هو محتاج الحاح، محتاج تنسيق، محتاج متابعه. يبقى منظومه متكامله. والله في افكار كتير حلوه جدا جدا. انا عايز اقول لك ان من فتره كده، من سنين يعني، من 4 5 سنين مثلا، كان في المولز نفسها بتعمل الدور تحتاني كده مثلا مقفل خالص. بالظبط. عايز اقول ان الدخول نفسه في تيكت. بالظبط. فبالتالي في ناس جوه بتخدمك، توري لك مثلا تعالى في المكان الفلاني في كذا، بتروح تسال حد، وممكن يبقى مدخل لك معاه درينك مثلا، ان التيكت اللي انت دفعتها تشرب بيها مشروب وانت بتلف، ويبقوا في خدمات مقدمه. فكره حلوه وممتازه، والناس دفعت مبلغ ما هوش كبير بس على الاقل يغطي الخدمات مثلا. هقول لحضرتك، فكرتيني لما قلت درينك. احنا عندنا مثلا الويلكم درينك التقليدي اللي احنا عارفينه، كركديه وحاجات. الله ينور على حضرتك. حجم المنتجات اللي بتتباع للاجنبي من العطاره والكركديه. تمام. صحيح. هم يحبوا قوي الحاجات دي عشان طبيعيه. تعالي نتكلم بقى في حاجه انا شخصيا بلمسها. كل اصحابي اللي بيجوا من بره او غيرهم، حجم الغرام بالمانجا المصري. طبعا احنا لسه كنا جايبين الحلقه اللي فاتت عن مهرجان المانجا في الاسماعيليه. هو ده. عاملين انا كنت شغل اليوم حلو ده جدا. في الاسماعيليه. نفس اليوم. أيوة. اللي اتعمل، وده كان اول سنه يتعمل، وليا اصدقاء اسماعيليه كانوا مشتركين فيه، وان شاء الله هم سامعيني. بصراحه ما حصلتش المانجا المصري، ما حصلتش. ممكن اسال حضرتك سؤال بسيط؟ وحضرتك بتقدمي دايما برامج السياحه. تعالي في التوب سيزون بتاعنا وعملنا مهرجان المانجا، النسخه منه في شرم والغردقه، في كل المدن المصريه، في وجود جنسيات معينه اللي بتعشق المانجا. الله.
فكرة حلوة طبعا. ادي منتج مصري ولا مش منتج مصري؟ طبعا مش لازم يبقى صناعي بالمناسبة، عندنا حتى المنتجات واعمل الغذائية. منه بقى حاجات كتير، مهرجانات تتعمل طول يا الشهر فندم. الزيوت العطرية احنا عندنا حجم ناس، وخصوصا في منطقة المنيا وبني سويف بالذات، وشباب اوريدي بدأوا مع جهاز المشروعات، النهارده ما شاء الله بقوا بيصدروا نباتات عطرية لفرنسا. طب الناس دي هنقدر نستغلها؟ اه هنقدر. يبقى انا عندي طموح. انا شفت يعني سنتر في الحاجات دي ممتازين، بيعملوا اوض وبيعملوا سيشنز، انت تدخل كجاست يعرضوا لك المنتجات دي وبتعالج ايه وبتعمل ايه، وجايبين ناس محترفين مصريين موجودين. بيتكلموا بعد دراسه وبيعلموا الجاست، وهو خارج بيشتري كميات كبيره جدا جدا لان هو مقتنع بقى ومبسوط جدا جدا، لان المكان هو نفسه حلو خد التجربه، يعني هو شاف التجربه، عرف ان البلد دي المنتج مهرجان موجود. المانجا اهو على الهوا، لان الفكره كانت حلوه، واذا كان ده البدايه جدا وكان بالنجاح ده، اعتقد بعد كده هيبقى النجاح كمان اعظم، وهتبقى الافكار فيه كتير كتير المانجا يعني. بقى حضرتك واحنا بنضرب مثل بالمانجا لكن قيس على ده بالظبط بالظبط. كتير يعني. الفراوله، الفراوله نفس المصريه الحكايه. مشهوره جدا، بطاطس، بصل، احنا عندنا منتجات يعني حتى بنصدرها فعلا، بس كمان جدا لما تتعمل بقى ايفنتس على حسها. بس كده، فهو ده اللي بتكلم فيه بقى. تخيل الايفنتس ده، يعني انا شفت حاجه في البرازيل، الرمان عاملين له ايفنت حاجه مرعبه، وحجم منتجات متنوعه منه، لانه انت لما بتعرض المانجا مش تعرض المانجا كخام طبعا بس، تعمل منها اكلات ومشروبات بالظبط وحاجات كده. كتير قوي. بالظبط بالظبط بالظبط. لا الفكره حلوه فعلا. خلينا نرجع تاني للمطلوب ايه علشان المصدر يجي. مطلوب، مطلوب انك انت انا اعتقد مطلوب خطاب يعني مباشر لجمعيه المصدرين بشكل كامل. كويس. جمعيه المصدرين احنا بنشوف دايما من خلال الخبره، يعني ايه المنتج اللي يصلح انه يبقى موجود في المدن السياحيه؟ لان اي شيء قابل للتصدير هو قابل للبيع الاجنبي للسائح، لان هو لو مش محتاجه ما كناش صدرناه. صحيح. يبقى احنا يا اما عندنا فئه سعريه منافسه وعشان كده خدوا المنتج بتاعنا، يا اما عندنا جوده عشان كده خدوا المنتج برا. بتاعنا. صحيح صح. فده واحنا خلينا نشتغل على السعر، لكن السعر بتاعنا معقول جدا بالمقارنه بالدول الثانيه. احنا حتى مع ارتفاع القيم دلوقتي، في الاخر السياحه دولار ويورو، يعني المنتج اقسمه على سعره اللي احنا داخلين تقريبا في 20 جنيه، لما اجي اقسم ال 1000 جنيه على 20 بقى الموضوع 50 دولار. بس هي 1000 جنيه هي غاليه هي لمصر بالنسبه له، هو قليله جدا. ما هو ده التصدير يا فندم. احنا هنقدر نتغلب حتى على الفئه السعريه لما ببيع بالدولار، ببيع باليورو او ما يوازي، يعني لانه في الاخر الالماني لما بقول له دي ب 1000 جنيه هو بيكالكوليت 50 مارك 50 يورو سعرها كويس. يعني انت بتحلم يبقى عندنا اسواق في المدن متكاملة. السياحيه متكاملة. متكامله وشغاله طول السنه او على الاقل في المواسم العاليه، ويجي بقى يا اما المصدرين بتوعنا اللي بيصدروا لبره او اللي بيجوا يجيبوا لنا منتجات احنا بنستوردها، يجوا كمان هنا يفتحوا نفس عندنا الاثنين. عندنا ميد ان ايجيبت، حلم طول عمره عايش جوايا. طبعا. ميد وجوه نور على فكره، نور طول الوقت عامله فقرات خاصه بالصناعه المصريه. ميد ان ايجيبت حلم اتناقشت فيه من فتره كبيره جدا مع رجل اعمال في شرم الشيخ، وكنت بتكلم فيه وهو كان مستعد يعمل مجهود فيه. كويس. لان الموضوع محتاج خبره مع رؤوس اموال مع ايمان بالفكره. لو انت امنت بالفكره هتنجح. الدراسه كمان هي جايه من واقع، انا ما بتكلمش وانا نظري، لا ده انا اوريدي كنت جوه اللعبه. يعني اوريدي اشتغلت ده. كويس. وبعت ده وجربت ده وجربت في كلها بشكل كتيرة. فردي مش كلها بشكل فردي بقى شغل حلمي لمصر. حلم انه يبقى كيان كبير. والحلم الاكبر ان انا مش بس هقف عند المنتج، انا بقدم له ثقافه متكامله. هو بيروح مكان بيشتري بياكل بيشرب. بما انك انت بقى مسقط راسك مسقط راسي شفنا الفخار اللي بيتعمل وبيعملوه بنفس طريقه المصري القديم بالامكانيات البدائيه خالص، بالظبط وبيخلوا بعض الاحيان السائح يشتغل معاهم. بالظبط. دي كانت فكره برضه جميله جدا وطريقه في العرض مختلفه يعني. ده حضرتك الافكار لا تنتهي. يعني احنا لو اتكلمنا مش هنقف عند منطقه معينه، لان احنا عندنا بعض الخدمات ممكن تصدرها. مثال يعني احنا النهارده بنتكلم في الثوره العقاريه المصريه، وبنتكلم دايما عن تصدير العقار.
اللي جاي ما عندوش هو معلومه. نمره واحد في الاقتصاد في مصر دلوقتي طيب العقارات. يبقى لازم يبقى عنده معلومه، احنا بنبيع ايه؟ وهو ما يعرفش عاصمه اداريه، ما يعرفش العالمين، ما يعرفش لسه هو ما يعرفش غير المدينه اللي بينزلها. طب فين احنا، فين حاله التوجه لده؟ لانه النهارده هو جه قضى، عشان كده بتكلم في اللونج ستاي. التاثير الغير مباشر بقى، هو الاجنبي اللي بيروح يقعد شهرين في اسبانيا بيعمل ايه بعد كده؟ بيشتري شقه في اسبانيا. حضرتك لو عايز بتسافري كل سنه بقى مكان يطلع كده شهر كل شهرين شويه بتلاقي نفسك الله، طب الشقه بكام؟ طب هتبقى فين اوفر بقى لي كتير التوجه من هنا؟ انا افضل رايحه جايه. يبقى انا حتى تصدير العقار يبدا بالمعارض بره، ولكن يبدا من خلال المدن السياحيه. طيب في حاجه خطيره جدا، احنا عندنا شباب شاطر جدا، وفكره الفريلانسرز زادت جدا. طب هو محتاج ايه؟ محتاج يتواجد برضه حيث الاسواق، لان هو النهارده عنده بس مش عارف يوصل للناس. مظبوط؟ الارت فن عموما يعني. بنلاقي مثلا في شرم الشيخ واحد رسام بيعمل لوحات، اللوحات دي مناظر طبيعيه او افكار او من دماغ بيرسم ناس الفنان بورتريه او كده. بالظبط. طب هو الناس بتشتري اللوحات دي ولا ما بتشتريهاش؟ تشتريها، لانه الفن بيتباع في اي حته في العالم. حضرتك لو سافرتي اي حته في العالم ولقيتي حاجه فنيه شدتك، اوتوماتيك هتشتريها، مش هتفكري هي منين، هي عجبتني هاخدها فاشتريتها. صحيح. يبقى احنا محتاجين نوسع فكره الشوبينج نفسها، لان كل ده عائد. يعني كل اللي انا بتكلم فيه ده في الاخر راجع لي بعائد، وراجع لي بتنميه صناعه داخليه، لان كل ما انا هتوجه لاكتر من جنسيه كمان انا بنمي من نفسي. طيب لو الدوله هي اللي عملت، ولا انت شايف ان رجال الاعمال اللي تعمله ان يبقى في سنتر كبير في المدن، والسنتر ده بيجي فيه المصدرين او المستثمرين اللي عايزين يجوا يعملوا هنا صناعات ويبيعوها؟ انا اعتقد ان هي تعاون متكامل ما بين الدوله ورجال الاعمال وخبرات إيه عشان ننجح. انت شايف انك انت كمصدر مثلا هتعجبك الفكره، ولا تقول لا ده ريسك، طب استنى اشوف اذا كانت الناس التانيه هتنجح ولا لا، لا ده ممكن لا يكلفني هقول له اكتر جرب في ست النقل شهور. وغيره. هقول له جرب ست شهور. ليه؟ لان ببساطه المعرض زي بره، هنروح معارض، المعرض ده بيقام لمده اسبوع مثلا. المفروض ان تكلفه ايجاره، ولا انا بشتري مكان، ولا انا الفكره انت... عندي ابعد من فكره الايجار. هو في النهايه عندي طريقه من الاثنين، يا اما بيتأجر له المكان، يا اما ريفينيو شير. ببساطه انت لازم تزيل له العقبات في الاول. انا هزيل له العقبات في الاول، لان هو بعد كده هو اللي هيبقى عايز يحجز ست شهور بقول له مفيش مكان. ما هو حضرتك بتبتدي فكره جديده، يبقى لازم تضحيه. المول طبعا. المول اللي بيبتدي النهارده مع اول ناس بتأجر فيه بيتهاون. عشان بعد ما يفتح بينجح المجال، وبعد كده بعد ما بيعلي بينجح سعر الايجار او بالظبط بالظبط بالظبط. فاكر فكرتني بالوحدات الصناعيه اللي كانت الدوله عاملاها من سنه كده او من سنتين، وكانت بتعرضها على شباب والناس اللي عندها افكار حلوه تمام كده انها تعمل الافكار دي، وخاصه ان هو كمان بيقولوا تعالى انا هاخد لك المنتج بتاعك واوديه مصانع مظبوط تكمل عليه مظبوط تشتغل عليه. مظبوط. الفكره دي هل انتوا كمصدرين فكرتوا فيها؟ لانها كانت الدوله بتسهل قوي فكره الايجارات، وبتقول لك لو دفعت مش عارفه ايه هتبقى بتمتلك الوحده الصناعيه دي. هل ده ممكن يحصل نوع من التعاون كمان بين الدوله وبين احنا المصدرين؟ احنا النهارده بنطرح افكار. مظبوط. عشان نطرح افكار، يبقى عشان تخش في حيز التنفيذ لازم يتعمل لها ماستر بلان. الماستر بلان ده لازم بيتم تعاون، زي ما قلنا تعاون ما بين شعبة المصدرين، الدولة، نحدد المنتجات، الدولة متمثلة بقى في وزارة السياحة، وزارة التجارة، كله كله، لأن المنظومة متكاملة. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة بسيطة جدا، وحضرتك أكيد بتسافري، أنت ما بتبي إيه؟ بتشتري من بره، بتيجي في المطار بترجعي الفات اللي هي التي في اللي هي ضريبة القيمة المضافة. يبقى انا برضو في نفس الوقت يوم ما انا اكون عايز اشتغل مظبوط، يبقى لازم في المطار عندي يبقى في رجع تاكس له فري فلوس عشان طبعا. ارجع له القيمه المضافه. تبقى يبقى حلوه هنا والناس بتجيب بيها هدايا طبعا حلوه. طبعا. يبقى انا النهارده خفضت التكلفه. بس احنا ما عندناش الفكره دي خالص، يعني كمان مش متنفذه في العالم لازم كله. عندنا. يعني فرنسا ممكن تكون متنفذه، لكن مش متنفذه في حتى في اوروبا كلها، مش كله بيعمل الحكايه دي. معظمهم يعني انا شفتها في التشيك، شفتها في باريس، شفتها في لندن، شفتها في بولندا. ايه اللي يمنع انها تتنفذ عندنا هنا؟
رأيي ان هي لازم استشارة وزارة المالية خد بقى بالك في بره حاجة. بيمسكوا شنط ويدوروا فيها ويبصوا عليها او يبصوا على المنتجات هو نفسها اصل لما حضرتك بتروحي المكان بتشتري يعني ده هو عايز برضو بيديكي يعني حاجة، ناس متخصصة نفسها لا تبص هو على الحاجات بيديكي الجواب بتاع من التاكس خلال فري الريسيت. بالظبط. الريسيت اللي انا اشتريت بيه. في المطار في مكان بتروحي ايوه له بتدي له التاكس فري بيرجحه لك. فعشان نعمل المنظومة متكاملة بس تصدق بعضهم يبص على المنتجات اللي انا اشتريتها، يعني ما انا ممكن اديله طبعا ريسيت طبعا لكن طبعا هو طبعا بيبص على المنتجات من نفسها. حقه من انا حقه. قصدي ده هيشغل مطار بقى، ده عايز له لا لا كمان لا خالص خالص ترتيبة خالص ما بحيث خالص انه خالص، لان يتنفس. هو في الاخر حضرتك لو طار هتفوتك هتسيبي الرسيت وهتمشي، لكن هو في الاخر وفي الاول هي منظومه متكامله عشان الاجنبي ده بيسال على كل التفاصيل. يعني احنا بنتكلم في خدمه، هو لو حسابه هترجع 98 له الضريبة ده جنيه بالنسبة له. هيسالني على 2 جنيه طبعا. يبقى هو، وما ينفعش اخدهم منه، لازم عشان انا كمان هتسيب اديهم له قبل. انطباع سيء فاحنا جدا. عشان نتكلم مظبوط يبقى انا بتكلم في منتج، كويس. بتكلم في اسلوب بيعي، بتكلم في خدمه، بتكلم في ان انا بتعامل معاه يعني as perfect as possible، لان هو هيرجع لي تاني. طب انا المشروع اللي انت بتتكلم عليه انا شايفه ان هو مشروع قومي، مشروع محترم جدا، هو هيدخل لنا عمله صعبه. اتمنى، لانه عارف ما ينفعش كل واحد يبقى قاعد ومستني التاني يتحرك. احنا محتاجين الدوله، بس انا اتمنى ان انت مثلا انا تتواصل هتحرك مع يا رئيس فندم. الوزراء، تتواصل مع وزاره التجاره، وزاره السياحه، وتشوف ممكن ده يتم ازاي من خلال انت بتقول شعبه المصدرين. هو انا هبتدي تواصل، يمكن عشان كده كانت المداخله، انا هبتدي تواصل من خلال شعبه المصدرين، كويس. وخلال شعبه المصدرين ممكن نبتدي نكون تتعاونوا الفكره بقى مع ونكون الدولة المنظومه، نتوجه ممتاز لل بفكرة ثابتة، فكرة فيها بقى ماستر بلان يعني مدروس دراسة محترمة. بفيزابيلتي ستادي كويس. مظبوطه دراسة جدوى طبعا كويسة طبعا ونشوف طبعا هتوصل طبعا، لإيه في عشان الدنيا. يبقى بنتكلم بزنس وايز أرقام. محترف، مظبوط بس في نفس مظبوط. الوقت هو مدروس على قواعد. ممكن ياخد وقت شوية بس مش مهم، هيبقى المهم نتيجة ننجح. هايلة طبعا. هو مش هياخد وقت لو الجهود كلها متضافرة من اجل ينجح. وفكرة أنا شعبة المصدرين دي لازم تتحط على راس الصراحة، لأن احنا محتاجينهم قوي الفترة اللي جاية دي، هو كمان وبالذات محتاجنا، إن مصر محتاجة عملة صعبة وهو كمان ومحتاجة محتاجنا. يعني هو المصدر اوريدي عشان يطلع بره ويصدر محتاج توظيف بيصرف ناس. قد ايه عشان احتمال يبيع واحتمال لا. انت مظبوط. هات له بقى هو السياحة او هات اوريدي له الزبون. جارانتي، جارانتي ان هو من اول يوم هيبيع. انا بضمن له ده، بضمن له ان احنا كويس. مش هنروح في منتجات غير قابله للبيع. هو عنده بيع وطبقة مباشر، مواصفات وماشي بجدول مظبوط. كويس قوي ده. عنده بيع مباشر، عنده دايركت كونتاكت مع الكلاينت كويس اللي هو جدا الريتيل، وعنده تعاقدات هتجيله هتجيله. استاذ زكريا، احنا هنتابع معاك لان انا شايفه مشروع حلو. يمكن احنا في بلاد طيبه اول مره نتكلم عن الفكره دي. اتكلمنا أنا عن كمان المنتجات سعيد. المصريه كتير، ولسه بقول لك نور مهتميه قوي ودايما بتملاها فقرات فكره المنتج المصري وازاي نسوق له، وبالذات الحرف اللي عماله تروح مننا هاي مع الوقت مظبوط زي مظبوط الخيميه والفخار وغيره. مظبوط. فبتمنى انه الافكار بتاعتكم دي ترجع يعني تتنفذ إن شاء الفكره دي. الله إن هنبقى شاء الله بنتابع معاك يا استاذ زكريا وتقول بإذن لنا الله ايه الاخبار، إن شاء وممكن الله خير. نغطي معاكم يعني بعد ما توصلوا نتيجة كشعبة مصدرين، نغطي معاكم شوية قبل ما تبتدوا هو تتوجهوا عايزين دعم البرنامج للمؤسسات. في دي، انه احنا إن شاء الله يعني يبقى في سبوت اعلامي كاميرات على ده، معاك إن شاء الله. لان هو ده صدقيني كل برنامج بيوصلنا لده. طبعا أكيد. أنا بشكرك شكرا ميرسي جزيلا، جدا أسعدتنا لزمك. بوجودك ميرسي الأستاذ ميرسي. زكريا حليم عازر، الخبير السياحي المتخصص في الأسواق والبازارات السياحية وعضو غرفة التجارة بجنوب سيناء سابقا. نورتنا ميرسي وأسعدتنا، جدا وربنا ميرسي جدا يوفقكم كده إن شاء ان الله، شاء وزي الله ما اتفقنا هنبقى ربنا بنتابع يوفق بلدنا ان شاء الله، إن لان شاء احنا الله. نستاهل نبقى حاجة كويسة. حقيقي حقيقي. ربنا يخليك بشكركم ميرسي. على حسن المتابعة ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية. تمام.